مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا اليوم عند الوصية التاسعة: اقبل الحق من قائله كبيرا كان أو صغيرا، واحذر العناد والمكابرة. الحق مر، ما حدا بيحبه، كلمة الحق تقيلة، بس يوم بدك تلقيها للرجل لإنسان، يعني بدك تلطفها شوي ولزتها هيك مثل ما هي، يعني ما بيقبلوها. الناس بدها حق يجي معها، ما بدها حق يجي عليها. ما بتحب الناس تسمع كلمة الحق إذا ما كانت من صالحها. كان في قرية من القرى كان فيها خطيب جمعة، فسبحان الله حدث فيها جريمة القتل، والمقتول يعني مستاهل القتل، هو مجرم، لكن إقامة الحدود بإيدينا مشكلة، سبحان الله. فجالسنا هون للكبار، والكبار معنا بالجوامع، إحنا اليوم نصلي وعم نصوم سوا وعم نذكر سوا وسهرانين وقيام الليل سوا. إيه لما عرفوا إنه الحق جاي ضدهم ما عاد بدهم الحق، ما عاد بدهم الحق. فبعد ما نساوا صلحة عشائرية ما حضرتها، لأنه إيه نعم يعني ما في شيء من الحق، فما حضرتها. كرمك الله يا سيدي. وكان في مناسبة بعد منها كنت حضران فيها، فذكرتهم بقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله سبحانه وتعالى بده اياك انه اي نعم تقبل بحكمه، تقبل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحق وان كان مرا، ولو الحق مر، بس طالما هيك حكم الله سبحانه وتعالى بدك ترضى فيه، والا نفى الايمان عنا. لما فتنا جالسناه وقلنا لهم هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هيك رب العالمين سبحانه وتعالى حكم الله في المسألة، ما رضوا، ما رضوا. قال هي سوالف مشايخ، يعني ما بيقبلوها، وكذا كلام الله. عقل هو اللي شال الوزر، ما حدا شال غيره. فالحق الإنسان بده يقبله لو كان شو ما كان بده يقبله. أصحاك والمكابرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. ما هي من علامات قيام الساعة؟ إعجاب كل ذي رأي برأيه. أين علامات قيام الساعة؟ كل واحد يفصل دين على كيفه، كل واحد عم بيجيب مثل ما بده. هلا الآيات القرآنية كل إنسان بيفصلها مثل ما بده، كل واحد بيجيب مثل ما بده، بيقرأ القرآن بيفسره على هو ما هو بيناسبه، وهذا شيء مخيف. يعني إذا صرنا بالأخير نعم قسمنا الدين بهالشكل هذا، ما كنا على إيد واحدة، ما كنا على تفسير واحد، ما كنا على عبادة واحدة، لا مشكلة فيها. أحيانا بتجيك النصيحة من إنسان مثلا أصغر منك سنا بس مطلع على هالمسألة، فشو بيمنع انه اخذ النصيحه؟ لا هلا خطيب الجمعه افقه من كل شيء ناس قاعدين، هلا الشيخ اللي عم يدرس افقه من كل شيء ناس قاعدين. لا، وكنت بالمدينه المنوره كنت اعطي درس بين المغرب والعشاء، نعم كانوا يعدوا بالدرس تبعي شيوخ الدنيا، يقعد في منه قاعد مشان يعني ياخذ له كلمه، بجوز كلمه ما سمعته. الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقول: حياتي كلياتها من المحبرة إلى المقبرة، يعني لتم أطلب العلم لحتى موت. وفي ناس بيعدوا مشان يشوفوا رسمالك قديش البضاعة اللي معك،
لمن نوصل بعلمك؟ لأنه المرء مخبون تحت لسانه، تكلموا تعرفوا، بس تحكي بعرفكش قديش أنا رسمالك. وفي ناس تقعد مشان يصطادوا أخطائك، قاعد بس مشان إيش؟ قالوا هذا الشيخ من الشام، فهنن عن زعمهم أنه مشايخ الشام يعني صفر على الشمال، ما في معه شيء، فبيقعد مشان إيش؟ مشان يعني يخطئنا، مشان يطالع أخطاء عنا، مشان قاعد مشان الشغلة. فيعدوا مشايخ أحيانا يسألوا أسئلة له ما بيحق لك تسأل. هذا الدرس لطلابي الحجاج اللي معي، فما ممنوع حدا يسأل غير حجاجي فقط. أحيانا الحجاج يقول شيء خلي يسألك، معلش. فالنصيحة أحيانا بتجيك من إنسان يعني ما على بالك أنه عنده الاطلاع هذا، ما لك عاطي أنت هذيك الأهمية، أنت مفتكره إنسان عادي، إنسان يعني طبيعي، إنسان يعني مو هذاك الفقيه، ولا عنده اطلاع، عنده قراءة، عنده فقه، عنده فهم، يا سلام. فإذا كان صوب لي رأيي ما لازم أنا أزعل، إذا طلعت غلطان أنا شو بيمنعني؟ نعم، لا كان يقعد الإمام أبو حنيفة مع تلاميذه، شو أبو حنيفة؟ كان في 40 طالب عنده كلهم كأبي حنيفة، لما يعدوا من الجامع نعم الأعظم اللي الإمام ربى فيه تلاميذه صوته يصل لبرا والإمام يقعد يسمع لهم، فيختلفوا هذا يعطي هيك وهذا يعطي هيك وهذا يعطي هيك، والإمام قاعد بالأخير كلامه هو الفصل. أحيانا ما يرضوا بكلامه، المسح على الجوربين خالفوا إمام فيها، الإمام أبو يوسف الإمام محمد نعم قالوا بالمسح على الجوربين، أبو حنيفة قال لا ما بيجوز مسح على الجوربين، ما أخذوا بقوله، رجع لقوله هو، رجع لقوله في آخر حياته، رجع لقول الصاحبين. شلون شيخ المذهب يرجع لقول طلاب؟ لأنه بدون الله. حدثناكم بأنه الإمام محمد حسن الشيباني جالس الإمام الشافعي في مناظرة، هو شيخ الشافعي 10 سنوات والإمام الشافعي يدرس عنده 10 سنوات، قال أخذت عن محمد وقر بعير من علم، يعني حمل جمل من الكتب، وكان يحدثنا على قدر عقولنا، ولو حدثنا على قدر عقله ما فهمنا شيئا. وكنت ما عقله كبير، ومع ذلك قعد للمناظرة هو وياه في من المسائل، رجع فيها الإمام محمد حسن الشيباني لقول الإمام الشافعي، وقال لو بلغ صاحبي كما بلغني لرجعا كما رجعت. الإمام محمد عن الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف. النصيحة يوم تجي من إنسان بده يقبلها، ولازم نحن نطلب النصيحة من أهل الخبرة. يعني مثلا لا أنا ما عندي اطلاع في كثير، مرة قالوا لنا أنه بيت صافي، قال في لنا ورقة من المدينة المنورة، مجتمع وبيت صافي، اجتمعت ناس بحياتي ما شفتها، أمم مثل التراب، قال كل الأولاد عمنا هذولي والله بحياتنا ما شفناهم. فحطوا لي كرسي قعدت طلع بها الناس، هي بسم الله ما شاء الله، حتى الناس صار يقول لك في عنا شيخ بالعيلة، نحن والله ما لنا خبر، هنا ما بنعرف بعضنا. سبحان الله، وإذا طلع الرجل هذا نعم كلامه ما عجبني، قال بده نعمل له وكالة عامة، نال وكالة عامة بتشلحنا أموالنا، أنا عندي سيارة ما عندي غيرها باسمي تاخذ ليها يعني، قال لا أنا ما بدي، نال ولا عمي نعم. في محامي هون من القاعدين، فز واحد رفع ايده، عدة ناس، أما لقينا أكبر واحد سنان له شرفه حطينا له كرسي، قلنا له هذا طالب وكالة عامة، أنا عن نفسي ما بعمل وكالة عامة لحدا، شوف أنت افتيلهم وشوف اللي بده يعمل وكالة يعني. قال له لا مسألك وكالة تسيير أعمال، ما رضي، فقلنا له معناته فضيت الجلسة. إيه بس ما استبديت برأيي أنا، لا لا حدا يساوي له، لا يفزوا أهل الخبرة بيحكوا، يفز محامي بيتكلم أنا عن لأنه اختصاصه مو اختصاصي أنا، لكن لو فتوى دينية لو سؤال على حد علمي أنا حتى ما بيحل الإنسان يقول سلوني ما شئتم، ما حدا بيحل يقول الكلمة هاي، إنه كل شيء بدك أسألني عنه أعوذ بالله منو أنت؟ حكيت لكم مرة أنا مؤلف كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وهذا كتابي أيضا سبيل الهدى والعمل مختصر الترغيب والترهيب، كتاب الأحكام الشرعية درسوه وزارة العدل سنة كاملة حتى وافقوا لي عليه، فكنت عم درسه ولا بفز طالب مدير ثانوية شرعية سألني سؤال بالكتاب ما عرفته، قلت له لا أعلم، شوف شو ضحكوا الناس معه، شو لا أعلم أنت مؤلف الكتاب ما بيحق لك تقول لا أعلم، لا أعلم جيب لك من جيبي يعني، مسألة ما خطر في بالي ادرسها وأسأل عنها.
لا أعلم. الإمام مالك سئل إنما عن 33 مسألة فأجاب عن 7 مسائل، والبقية قال لا أعلم. هو مالك أيفتى ومالك في المدينة؟ فإذا سئلت أنت عن مسألة بيوم من الأيام ما بتعرفها، أصحك تقول إيش؟ إنه تفتي فيها. خلص لا أعلم، من قال لا أعلم فقد أفتى. فنطلب النصيحة دائما من أهل الخبرة، أنتوا زودونا بهالمسألة أي فهمونا ياها، نحن ما معنا اطلاع فيها. هلا أنا درست عند مشايخي، درست عندهم علم الميراث وقرأوني الرحبية وحفظوني إياها عن غيب ودرستها، بس لأني خطيب قرى بروح على القرى، أنا بحب القرى أكثر من المدينة، القرى فيها خامة طيبة. القرى هنا عم سمحوا بيقولوا لي شيخ دلونا لنمشي، بينما من المدينة كلها فقهاء ما شاء الله، لكم ما حدا فهمان شيء. شو بيقولوا لي شيخ؟ كل شيء بدك تحكيه بنعرفه، واحد عرفان شيء. هلا أنا بلشت درس هنا عم في المدينة في عدة مساجد، ودخلت التواصل الاجتماعي، شوف الأسئلة بقى بالمدينة شلون رخيت، بيسألوا أسئلة صف أول ابتدائي في المدارس الشرعية بيعرف، صار لهم أسئلة. ليش؟ لأنه أدركوا أنه في علم معناته. فإنعم سبحان الله، يعني درست في القرى لقيت القرى أقوى بالنسبة لي. إنعم النصيحة، النصيحة إنسان بده يأخذها من مين من كان، لا تكبر عليها. إذا قال لك إنسان تقي الله قل له الله يجزيك الخير، جزاك الله خيرا. أصحك تقول له إنعم لمين هي؟ شو التقي الله ما التقي الله؟ يا لطيف بيكون فخ ناصب لك يا. أنا بعرف رجل عجيب جدا كان معلم مدرسة بزمانه، بس أما يعني خابز الدنيا وعاجنة، وبإمكانه إذا قعد معك يطالعك عن طورك. فقعد مع رجل يعني قد ما كان قلبه أطيب منه وسجيته طيبة أكثر منه، بس استفزه كل ما حكى كلمة له اتقي الله هذاك يغضب. لك يا حجي أنت بتغضب ما لك اتقي ما بيع ليش ما لك شو أنا مالي بتقي الله ليش؟ لك يا حجي إذا قال لك إنسان اتقي الله قال له الله يجزيك الخير لا تغضب. مثل إذا واحد زعلان إن عم طالع خلوه بتقول له صلي على النبي، تخليه يسب النبي. إذا جاهل بيحكيها بينطقها الكلمة هي، والكلمة مكفرة وأنت شريكه في الإثم لأنك أنت ساعدته أنه يتكلم بها الكلمة. فالنصيحة تأخذ من أي إنسان عنده خبرة متوسم فيه الصلاح والتقوى، بقعد جنب منه بسألوا إن عم ينصحني. كانوا الخلفاء يقصدوا المشايخ. هنا الحديث في صحيح الإمام مسلم نعم الدين النصيحة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن ننصح يعني؟ شو هي النصيحة لأنفسنا من الطرف الثاني؟ النصيحة لله. شلون النصيحة لله؟ يعني نعبد الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا. دير بالك من الشرك، في شيء اسمه الشرك الخفي ما بتلاحظ أنت ما بتنتبه عليه. أحيانا بحسن عبادتي قدام الناس، معناتها ما صفت عبادتي لله سبحانه وتعالى، بزبط الركعتين اللي أنا عم أصليهم بحسنهم بزبطهم هيك قدام العالم. هنا ما صفت عبادتك لله معناتها، أو لا بروح مستعجل ما بدي أصلي قدام، لكن تركك من الناس أنت خليك مع الله سبحانه وتعالى. أحد مشايخي اللي أنا درست عنده فبيسألني قال لي نعم يعني أنت نعم يعني ما بتأثر بالناس؟ قلت له أنا ما بهتم نهائيا بالناس، إن شافوني تعبدت أو ما شافوني تعبدت، أو شافوني مخطئ أو شافوني على صواب، أو شو ما شافوني ما لي شايفهم ولا لي بيواردون بدون، المهم أنا شو عم أشتغل أنا بعرف. قال لي والله نيالك. قال لي نيالك شو بدي من الناس أنا؟ نعم النصيحة لله أنه نعبد الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا. هلا في ناس نعم بيعبدوا المشايخ، تلاقي مثلا عندنا الشيخ نعم قلت لكم أحد مشايخنا قال لي يا ولدي نعم قل لك العلم الذي لا يقال هذا بيني وبينك. قلت له نعم سيدي. قال لي تعرف بيحاسبك يوم القيامة؟ قلت له الله سبحانه وتعالى لا شيخ بيحاسبك. شيخي بيحاسبني؟ نعم. ما إذا الصحابة الكرام نعم من خوفهم الله سبحانه وتعالى بكاؤوا لنظام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أخوفكم نعم من الله، يعني معقول الشيخ يحاسبني؟ سبحان الله.
يعني كانوا تلاقي ايش قصدهم يطلبوا من المشايخ، قصدهم يطلبوا من الاولياء، قصدهم يطلبوا اي نعم. يعني انا جدي الامام احمد الرفاعي الكبير، لكن نسبا وليس طريقته، حتى لو اتبعت الطريقه تبعه كان جدنا عالم، ما كان جاهل جدنا، جدنا عالم. اي نعم. فالناس تلاقي اتبعوا الطريقه تبعه عوج الطريقه اللي سلكوها هن. فاذا اي نعم بده يكبس حدا، يا جدي يا رفاعي، وشو بدك بالرفاعي؟ يقول يا الله يا غلام، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. خليك مع الله سبحانه وتعالى في امورك. النصيحه لله ولرسوله. بتحب النبي؟ اذا بتحب النبي اي نعم تابع النبي عليه الصلاه والسلام. كل من لم يكن عليه امرنا فهو رد. لأني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة الأربعة من بعده، لأنه عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني ما ساووا ما لنا مصلحة فيه. هلأ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى جابوا فقه، أول شيء القرآن الكريم، أول مصدر مصادر التشريع القرآن الكريم، بعدين بيجي بعد منه السنة المطهرة، بعد منه بيأخذوا بقى بينتقوا من أقوال الصحابة، بنقوا إيش من أقوال الصحابة، ما خرجوا عنها. أحد الناس اليوم بيسألني على التواصل الاجتماعي، بيقول لي شيخ أنت سلفي؟ قال لي أنت سلفي؟ قلت له لا نريد سلفية تنطح ولا صوفية تشطح، لا بدنا هدول ولا بدنا هدول، بدنا السلفي العالم والصوفي العالم، ما بيختلفوا هدول مع بعضهم. إذا السلفي عالم وصوفي عالم ما بيختلفوا، أما مين اللي بيختلف؟ المتعصب لرأيه، لك هذا اللي بيختلف مع غيره، هذا اللي بيتعصب لرأيه إيه نعم، ولشيخه بيتعصب إيه نعم. هلا إذا أنت بتاخذ، إذا أنا بأخذ مسألة من شيخنا ما في إلك والله إيه نعم قال الشيخ فلان، سند مرفوض. بدي أجيب لك أدلة إيه نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الأئمة، عن الشافعي، عن أبي حنيفة، هيك بدي أجيب لك. أما إلك والله سمعت شيخي هيك، قال مرحبا شيخك، فشيخك إيه نعم مو سند. فلذلك لازم شيخي لما يدلني على الله سبحانه وتعالى يدلني على الإسناد. فأنت إذا بتحب النبي عليه الصلاة والسلام تابع حبيبك النبي مثل ما أمرك أمشي. والسنة إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات، يعني إما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا فأنت لازم تفعل، أو الشغلة سواها النبي عليه الصلاة والسلام أنت لازم تساويها، أو شيء أقر النبي عليه الصلاة والسلام، حدا من الصحابة سواء أمامه فما أنكر عليه، أقر هذا العمل فصار سنة. نحن علينا الاتباع وليس الابتداع. ما بدي أخذ أنا إيه نعم صيغ صلاة على النبي، يجي شيخي اللي هيك صلي على النبي الصيغة هي، ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمني في صحيح مسلم، قال رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد. نحن بالرأس صلاة شو بنقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في الصلاة لا، في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار، قال ولو كانت السيادة مندوبة لما خفيت على الصحابة الكرام وهم أشد أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام منا. نحن مؤدبين مع سيدنا النبي قد سيدنا أبو بكر وعمر؟ لا، ما لنا مؤدبين قد منا. فلذلك لما بيجوا إن عم تلاقي مشايخ بيعطونا ورد، يعطيني ورد إن عم من عنده، لا تعطيني ورد من عندك. هلا الذكر ورد، والذكر إن عم شيء عالي، والذكر ما في أحلى منه. فاذكروني أذكركم، وذاكرون الله كثيرا والذاكرات، حتى في المعركة فاذكروه كثيرا. ففي أي شيء إن عم إنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا شيخنا مثلا قال أنه كل يوم بدك مثلا تقول لا إله إلا الله 500 مرة 1000 مرة، ما عليه شيء، هذا شيء يؤخر، شيء يؤخر. أنا أخذت طريقة الشاذلية من سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تعالى، وقال لي أنا وكلتك إن عم بعطيك أنك تعطي الورد للناس، ما أعطيت حدا الورد وما حافظت على الطريقة الشاذلية. لقيت الطريق بالعلم أقوم إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام وإنما بعثت معلما، معناتها بتعلم وبعلم. اي نعم. فبايعت على النقشبنديه بزماني، ما استمريت بالنقشبنديه، كمان لقيت النقشبنديه اي نعم في بعض من الاشياء اي نعم اللي هي الرابطه الشريفه اي نعم كان فيها اشكال، حتى ملا رمضان رحمه الله تعالى بالنسبه للرابطه اي نعم ما اقر.
فبس أما يعني ننكر عليه شيء ما بننكر على حد. الشاذلية يعملوا حضرة بالجامع ما بنقول له ليش عم تعمل حضرة، خلاص اتركه يذكر الله سبحانه وتعالى. النقشبندي بيذكروا الذكر خفي هذا يمكن، فبتشوفه عم يذكر الله سبحانه وتعالى، لا تجي تقول له انه طريقه خطا، لا اتركه. يعني كل هالطرق تؤدي كلياتها بتصب بمصب واحد هو الله سبحانه وتعالى رضا رب العالمين. ف ولرسوله بتلاقي الناس قاعدين بالمولد، يا حبيبي يا رسول الله، قاعد ببيت الاجرع الصيام واكل اموال العالم ونصاب محتال، يا حبيبي يا رسول الله. فعلا انت بتحب النبي؟ تحب النبي؟ نعم. ما قال لك النبي كل اموال العالم، ما قال لك النبي نعم تعمل هيك بالناس، ما قال لك النبي تأذي جيرانك، ما قال لك النبي تهين نعم اهل بيتك واولادك. اذا بتحب سيدنا النبي تابعوا لسيدنا النبي ولكتابه القران الكريم. قرات احكام تجويد، من لم يجود القران اثم. اذا ما بتعرف نعم احكام التجويد كيف عم تصلي لكان؟ يعني بيقرا صراط الذين انعمت عليهم ما صحت صلاته. الذين ما في الذين في القران الكريم، صراط الذين بالذال مو بالزاي. فانت بكيفك بتغير نعم الاحرف، بتقيم حرف بتحط حرف، فلازم انه تتعلم نعم لم يجود القران اثم. فبدك تقرا القران وقبل التجويد بدك تشوف معانيه. مره نعم استدعاني احد الناس، الله يرضى عليكم،